السلام عليكم ورحمه الله، متتبعين قناه مامتي الحبيبه ام ولادي. كنحييكم من كل قلبي وكنحييكم وكنشكركم دائما للدعم ديالكم. ومرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. ثنايا اليوم جيتكم بواحد الفكره، وهي واحد الكيكه اللي كتجي بالكراميل وبلا كراميل، غير بجوج بيضات كنفنوا فيها باش ما بغينا، وكتجي لذيذة ونفوخها بزاف، وكتجي من السفنجية بزاف بزاف بزاف، وبمقادير قليلة بجوج بيضات كنطلعوا أحسن كيكة وأحلى كيكة، وبالكراميل وكلشي. تبعوا معايا الخطوات وغادي تشوفوا إن شاء الله كيفاش غادي تخرج لكم هاد الكيكة. وما تنساوناش من الدعم ديالكم، وكنشكركم جزيل الشكر لكل واحد، بكل واحد باسمي كنحييكم وكنشكركم من قلبي على الدعم ديالكم والنشاط ديالكم. كنشكركم بزاف، وفرجة ممتعة وكيكة لذيذة. كنحتاجو بإذن الله هاد الكيكة كما ذكرت في الأول، خاصنا غير الميكسر والبلندر والخلاط، يعني كنحتاجو لها جوج بيضات. عندي معلقة ديال الخل كنكبها في هاد الكاس ديال اليوغور، وكنبدا في الأول إن شاء الله بالبيضات بجوج، كنديرهم في الخلاط وتنرمي عليهم داك الكاس ديال السكر وتنخليهم يتدربو مزيان باش يتهوى ليا البيض ديالي. كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه بطبيعه الحال. انا غنعطيكم كما دائما كنعطيكم مقادير او فيغ يا ميزير. دونك كيضرب لي الاول كنضرب ليه بشويه، مي في التالي كنضربو بزاف. عندي نص، قول قل من نص كاس الارب ديال الزيت، يعني نص كاس وش هاي شو نص كاس ونص كاس وافي ديال الزيت اللي غادي نزيد على داك السكر، وغادي نخليه يضرب مزيان 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 مزيان. انا راه دايره واحد الفيتاس اللي مجهد في الميكسر، وهنايا هذاك الحك الكاس ديال اليوغور مع الخل غادي نزيدو حتى هو باش نخليه يضرب وينسجم معايا في البيض ويتضاعف لي البيض ديالي. قد ما ضربنا هاد الكيكه راها كتجي رائعه، مقادير قليله قليله بزاف، يعني ما فيهاش حك تاع داك الحك الحك تاع دانون اللي فيها، يعني ما كاملش كاس. مع القضية ديال الخل كنبداو بها هي الاولى باش كتزيد تخطر لينا داك اليوغور، وكنضربو الجميع مزيان 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 مزيان. غادي نعبر لكم بالكاس شحال ديال الطحين غادي ندير فيها، وهذوك جوج بيضات راه ماشي كبار ماشي صغار، يعني موين. غادي ندير الكاس الاول، غادي هاد المعلقه ديال الخميره راني درتها بومبي، طاح لي غير واحد ها هي الكاس الاول ديال الطحين، طاح لي واحد الفريتيته ديال الخميره. غنزيدها في الكاس ديال الخميره، غادي نزيد الكاس الاول ونخليها تضرب. غادي ندير كلشي المراحل في البلندر في المخلط. غادي نزيد الكاس الاول، غنخليه يتخلط مزيان حتى هو. هذا الكاس كاس وكاس العرب ديال الطحين، يعني ما كاملش جوج ديال الكيسان. غادي نزيد نخلط عاوتاني، زدت غير الفيتاس ديالها يعني كلشي غادي كنديرو في الخلاط، يعني غاديش ندير خلاط البيض والطونو كلشي في الخلاط. هنايا راني درت المول ديالي، لبستو هداك من الداخل، حطلو على واحد العجينة اللي ملسة بزاف ملسة وغزالة رطبة،
نحط غير هذا الموس ديال البلندر ديالي باش يقطر ونضبط العجينه ديالي. هانتوما شوفوا الكاميرا ماشي يعني هاد الكيكه كما تسموها كيكه معجزه بجوج بيضات وكاس ديال دانون ملقه الخل نص كاس ديال الزيت كتخرج لنا واحد الكيكه لي رائعه كما تيقولوا على دوك اللي مع ضيوف الغفله اللي كيجيو على خطره وكطيب باسرع وقت. انا باش نزين هاد الكيكه ديالي غنزينها بالتفاح والكاسونات هي اللي غتعطيني الكراميل اللي كيجي مقرمش وضاير بها كامله. غنقي هاد التفيفيحات ديالي تنقطعهم طوال يعني ماشي ولا بدا نقطعهم بواحد لا فورم اللي عاديه. هاي العجينه ديال 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 الكيكه والخليط ديال الكيكه راه يلا تقريبا في القاع ديال المول. راه المول كيبان لكم المول بان راه خاوي يعني في القاع ديالو. دونك لاكاسونات ديالتي ها هي فكره لاكاسونات راه هاي احسن من السكر الابيض يعني كتعطي واحد لوغو زوين بحال مدخن وهي اللي غتعطيني داك الكراميل اللي غيجيني في انغوبي يعني داير بالكيكه كامله ومغلف الكيكه كامله. دونك التفاح ديالي غادي نرميه ما غاديش نستفو انا بغيتو يجي هكا غير من الفوق هكا ما غاديش نستفو. كما قلت لكم راه الكيكه راه جاهت غير في القاع ديال المول وغادي تشوفوا فين غادي توصل باذن الله. انا لهاد الكاسونات ديالي غادي ندردرها من في هنايا تقريبا استعملت جوج معالق مي بومبي عامرين مزيان ديال لاكاسونات يعني نص كاس ديال لاكاسونات وتزيين كيبقى اختياري. دونك غادي ندير في الجناب باش ملي دوبلي لاكاسونات ديالي غادي يهود داك السيرو ديالها يهود معاها ومي غتولي كاراماليزي. هانتوما شوفوا كيفاش درت ليها تولي كاراماليزي كلها من الجناب ديالها. وغادي نديرها في الفرن طيب 30 دقيقه. ها هي الحلوه ديالي طابت نفخات بزاف. هنا يلا جبتها من الفور باقا سخونه حاول نديمو ليها سخونه بزاف وامامته معسك السكر اللي ولا معسل فيها عطا واحد القرمشه من الجناب مي كتجي مقرمشه من على برا لي رطبه اسفنجيه من الداخل رطبه بزاف 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 وتنفخات بزاف ثقوا بيا كتجي واحد الكيكه رائعه رائعه رائعه. انتما شوفوا شحال تنفخات فين هو القاع ديال المول عمر المول طلعات حتى الفوق شوفوا شحال تنفخات وكتجي فيها واحد القرمشه من الجناب ديال الكراميل موالوز من الداخل رطبه من الداخل. وبالصحه والراحه وشكرا لكم وشكرا لدعمكم الى الفكره المقبله ان شاء الله.